السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشناكم حلقة جديدة اليوم تتعجبكم، خفيفة نظيفة ما بنسين نسائي مشاوي على الجمر، وإن شاء الله شغلة بسيطة كتير. عنا نص كيلو لحمة مفرومة، مع بدنا بصلة نفرم البصلة ناعم كتير، فأنا ما حاخدها كلها بما أنه نص كيلو، حاخد نص بصلة. بسم الله، فبنقسم البصلة. هلا بنحط لهم شوية قرفة، شوية زيرة، يعني شي ربع معلقة صغيرة، وبنحط فلفل وبهارات، هاي اول سبايس بالانجليزي، نص معلقة صغيرة، كمون نص معلقة صغيرة تقديرا يعني، وبقدونس شي معلقتين كبار، هي وحدة هي تنتين. إذا عندكم تازة كمان بصير، نحن هون ما في. هاي فلفل أسود شي رشة رشتين، هاي ملح شي حوالي معلقة صغيرة حطة. وهلا نلبس كفوف، عنا كفوف زرق حلوين. قول بسم الله. ندعك باللحمة حتى تطلت كل المكونات مع بعضها. بولات هاد نشعل الخطبات بالمنقل، أو إذا بدكم بالفرن على 350، تحطون على الصينية، شايفين شلون بالعرض، على 350 لشي ربع ساعة، بتقلبوهم مرة أو مرتين لحتى ياخذوا من الطرفين. هلا بنجيب السياخ ونحن نفرن عليهم. هدول خشبات بليناهم، هلا بناخذ شقفة قد هاي بندورها على الصحن، بعدين نفوت خشبة جواتها، نسندها على الصحن، واحد تاني ناخد كمان قد تقريبا، ندوي نطول السيخ. إذا لقيتوا حالكم بدكم شوية مي باردة بصير مشان تبلوا ايديكم وتساوي اللحمة، مشان تاخذوا جمر بسرعة بتحطوا هي تبع الهواء لآلة قدام الحطبات، بتساوي لكم الجمر بسرعة كثير، يعني تاخذ الربع الوقت. مثل ما شايفين شعلنا الحطبات والجمرات، بعدناهم شوي لجنب، حطينا سياخ الكباب في 4-5 دقايق على الجنب، بندورهم بعد شوي. تأكدوا انه هدول الخشبات تبع السياخ الكباب يكونوا مبلولين مشان والا بيحترقوا. شايفين محلا هاي الفليفلات بندورة واللحمة. هلا بنجيب خبز عربي ندهنه بصلصة الثوم، يا سلام، الله يديم نعمة، قولوا امين. هاي خبزة دهناها بكريمة تبع الثوم، وهاي كباب الأطيب منه، ناخده هيك، ويا سلام ويا سلام، لكم أحلى، الله أكبر. هلا بنلفها هيك، بسم الله الرحمن الرحيم، كتير طيب، كتير 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 كتير، لا
تعجبكم التركيلة تبعها والعمل تبعها وكله. يا سلام، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.